بس شو فتنة صحيح غدوة البكرين مشيو إن شاء الله هذا كوى زرم تعبان معه نخلص هيا عجلة شي كوي هيا عجلة هيا عمار فرنسا ما نقدروش نحربوها بالعصا أزمة السلاح والذخيرة لازم نلقى لها حل لهذا السبب قررت باش نسافر للمشرق هادشي يعني قلت لهم نشوف عليها التأخير السلاح ماهوش يوصل الثورة لازم تستمر الثورة ما زالت بحاجة لتوجيهاتك يا سي مصطفى وخاصة في هذه الظروف العصيبة اللي راهي تمر بها يا جماعة هاد السفرية تأجلت أكثر من مرة وحان الوقت باش نمشي أما الثورة متخافوش عليها هاي دارت العروق في تربة خصبة والبركة فيكم تسي بشير عجل عمار عباس وحاج الأخضر والخاوة الكل رم هنا راني متيقن باللي قادرين تحافظوا على مشعل الثورة خلي منكم قوي يا جماعة ربي راه معانا ربي راه معانا حل برد صحيت سي بشير الله في روحك هاكم قبل ما نودعك يا سي مصطفى نقولها لك الاخر مرة ما يهديكش ربي تأجل هذه السفرية ولا تلغيها بشير هاني خليت مراي رجالة ديروا اللي قلتكم عليه وربي يكون معنا جماعة وعلى خير هيا السلام عليكم طلع في روحك مرحبا مرحبا واش راكم لاباس بخير لاباس الحمد لله سلامة سلامة واش راكم لاباس بخير الحمد لله كيف لاباس الحمد لله سلامة اهلا مرحبا بكم لاباس رب العالمين ان شاء الله شوي كسره صحيت حياك يعطيك الصحة هيا بسم الله بسم الله بصحتك سي مصطفى انا نقول اليوم باتوا هنا على ربي ان شاء الله ودوا ان شاء الله على ربي نزيد نكملوا الطريق على ربي ربي يوفقنا ان شاء الله سي مصطفى إن شاء الله هيا القلعة هذه مراها تونس تشيل بوست لحقو انت من ماشي الحج ان شاء الله انا وصحيبي ماشي للحج وش اسمك احمد بن نوي متمنوي تباني لبوست
فوق أعبس. تعرف على السيد سليم؟ السيد زيري بيضل لي قلقان. اي نعم. كلمته ما بيجاوب. قلت له ضربوك، قال لي طحت. اي قلت له عندك برشلوني. قال لي ما نحسبش. باهي. هاتوا نمشي له بيتي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. قدم لك روحي. أنا عز الدين الفرادي، مقاوم في الحركة التونسية. مرحبا بك. بيك عايشك. عايشك. وهذا شكون؟ وهذا السيد سلهادي، رفيقنا ومقاوم ومجاهد كبير. مجاهد. مرحبا بك. لكن ممكن تعرفنا على سيادتك شكون؟ أنا مواطن جزائري. مرحبا، نتشرفوا. اسمي مصطفى بن بلعيد. سي مصطفى. سبحان الله. سبحان الله. مين تعرفني؟ اوه انا نعرفك برشا يا سي مصطفى، لكن هذه قصه طويله وتو نحاولوا نختصروها. حدثوني عليك لخيان يا سي مصطفى الجزائريين اللي كانوا يخدموا في مطار العوين العسكري، وكانوا يمولونا احنا بسلاح في المقاومه التونسيه، وكانوا يخبوه تحت الهندي. That's it.